هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتام. احنا ناس حبايبي كرام، انتم شايفين شباب، نحن بانتظار الحاضنه الجديده. شباب انا ما اعرف انتم ما بتعرفوا الحاضنه شباب، هلا هيك حبايبي كرام، بكره الحاضنه 10 ثواني يا اساطير لا تتجدد حبايبي. طبعا شباب الحلوين، قبل ما نبلش بالمقطع حبايبي لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات يا جميلين، ولايكاتكم مش مشترك اشترك شباب. خلينا نكتشف الحاضنه الشباب الجديده مع بعض، هل في حاضنه جديده ام لا؟ خلينا نكتشف يا اساطير. ايه تمانو، ايه تمانو، في حاضنة جديدة شباب. اوكي في حاضنة جديدة، اولي حاضنة ال او ماي جاد شباب. لا يا ربي مستحيل، لا يا ربي مستحيل، لا يا ربي مستحيل شباب. يعني يا هذه الحاضنة عندي يوم كلياتهم شباب، شو بدنا نعرف فيهم؟ او ماي جاد شباب، عندي اياهم كلهم. يا الله عن جد انا متفاجئ، عن جد انا متفاجئ يا اساطير بالشيء اللي عم يصير هون. ايه تمانو شباب، يا للروعه. بس شباب بما انه يعني مثل ما انتم شايفين ما عندي ولا سكن البنت، سو جايز رح نقول حرقنا ابوها شباب. اوكي يا اساطير خلينا نحرق الحاضر شباب، من عندي كمان بطاقات نقول بسم الله الرحيم. ليتس جو شباب، اول لفه شباب بدنا نحاول نجيب السكلبن يا شباب، يعني ضروري نجيب السكلبن شباب. حبيبي والله الحظ بيض، شو هالحظ؟ بدنا قناع؟ قناع يا زلمه؟ لا 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 هدول يا شباب ولا قناع. يا الله ثواني شباب رح سكرها برجع افتحها شباب. اوكي حبيبي الكرام ليديز اند جنتلمان، هي سكرت الباب رجعت فتحتها شباب، فتحتها حبيبي والله. ها انا سكرت الباب رجعت فتحتها، هيك صار بلش الحظ اسطوري. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا جميل. ها هي اول قناعين يا اساطير، وهي القناع الثالث حبيبي والله شباب. اوكي شباب نحرق معنا 150 بطاقه شباب، يعني اكثر من هذا شباب نحرقهم كلياتهم شباب. ايه تمانو نحرق ابوهم كلهم يا اساطير، نحرق ابوهم شباب، نحاول نحصل على النقد اللي نحصل عليه. اوكي شباب حبيبي والله القناع الجميل. كمان معلم كمان كمان، كم قناع لازمنا شباب هون؟ ثلاثة. والله شباب يعني هذا السكين بنت كثير حلو، لهيك بدنا نحاول نجيب اقل شيء اثنين. اوكي يا اساطير ابلع حبيبي والله، نحرق ابو نحرق ابو البطاقات شباب. ابلع 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 يا جميل، يلا خلصنا قناع واحد اسطوري معلم، حظنا البيض. يعني شباب 105 بطاقات بس، يعني عن جد شو هالحظ البيض؟ اقسم بالله. ايه تمانو، اوكي شباب عندنا هون 25 حجره، نجيب السكن البنت شباب، لانه السكن كمان حبايبي المسكين هذا السكنات كثير اسطوريه، رح ندخل نشوفهم شباب كل السكنات الحاضنه. طبعا هون شباب رح نجيب السكن البنت كمان، هذا كمان اوكي نجيبه كلياته شباب، نكمل الحاضنه شباب، رح نجيب يعني نفلل فل نعمل فل كل شيء شباب. طبعا معنا بطاقتين شباب معنا هون، سو شباب رح نصبر لما ينزل كده، رح ينزل طبق كده طبق، يعني بنجيب الاقنعة على رواق. خلينا ندخل شباب نشوف السكنات من اول وجديد شباب، مع اني شباب يعني هالحاضنة يعني ندخل نشوفها، يلا ندخل نشوفها شباب وشوف وضعها يا اساطير. ليتس جو ليتس جو جايز. اوكي شباب عندنا هون السكيل الاول يا اساطير، ندخل شباب نعمل له نرجع نجربه شباب، شوف الاشكال التنوز، لانه شباب هذا السكين يعني صراحه حاضنه قديمه بس ولكن رجعت نزلت بس، ولكن ما يعني تعرفوا شباب صار لي زمان يعني ما يلعب على هالسكنات شباب. اوكي شباب هذا السكين الاول شباب، رح ندخل نفكتر شوي الناس الحلوين ونشوف نسترجع الذكريات يا اساطير حبيبي والله. والله شباب يعني اعتبر شباب بالنسبه لحضر شباب كل السكنات حلوين يعني بدون 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 استثناء، كلهم حلوين شباب يعني. بس انا كنت منتظر عن جد الصراحه، انا كنت منتظر الحاضنه شباب عشان اجيب سكنات البنات شباب، لانه يعني يوم زمان ما جبتهم للاسف شديد. هيك شباب وين الناس؟ خلينا نبربرهم شوي شباب حبيبي والله، شكل ما في حدا. خلينا ننتقل على السكن الثاني شباب، شكلهم نايمين الحلوين. اوكي شباب مثل ما انتم شايفين حبايبي عندنا هون السكن الثاني الازرق يا اساطير، يعني كمان شباب بالنسبه للسكن الثاني الازرق يعني في ثلاث الوان حلوات كثير مثل ما انتم شايفين يا اساطير. الوضع اللوز اللوز شباب، هذا هو السكين الثاني. طبعا شباب هذه الحاضنه من الحاضنات يعني اللي نزلت يعني باللعبه اسطوريه. هات حبيبي والله، تعال قلبي تعال 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 ادعمك عليكم، تعال 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 ندوسك بالفيكتور. بلشنا بالتتيم، بلشنا بالتتيم حجي. الله عرفت والله عرفت يا زلمه راح يغدرني. خلينا ننطلق نشوف التالي يا اساطير، ليتس جو. اوكي شباب وهذا عندنا شباب هذا الاول الثالث يا اساطير.
طبعا حبايبي يعني بهذه الحاله يا شباب الصراحه يعني اوكي الصراحه شباب الثلاث كل السكنات حلوات واسطوريات شباب اوكي يعني اللي راحت عليه الحاضنة يا شباب حاضنة بتستاهل شباب كل 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 الجسم كل الاجسام يعني الاجسام بتوعها يعني مثل ما انتم شايفين كلش اسطوريات شباب عن هذا اللون الاسود شباب ما عليه شوي تيك انيميشن بس ولكن يعني كمان احد من الحلوين كمان طبعا هذا يعتبر افضل حبيبي والله يا اخي معه فيكتور معه ام بي 40 يا زلمه خردقني اقسم بالله هذا لازم اقتله معلم قبل ما نسكر الوضع تعال حبيبي تعال يا قلبي تعال اي معلم يلا كفو عليك بشوفك على خير بشوفك على الفيديو اوكي شباب الان صراحه الان نروح نجيب السكنات البنات شباب نروح نشوف سكنات البنات يا اساطير طب شباب سكنات البنات هاي اول مره بلعب فيهم اوكي بالنسبه لهيدي الحاضنه يا اساطير خلينا ندخل نجهز الشيء اللي طبعا جبناه يا اخي جبنا سكنات البنات يا اخي اوكي اوكي زينه السكن طبعا شباب ما جبت الكل هذا هو بالنسبه ليش هيك البزهري من تحت التمانو حبيبي والله خلينا ندخل نشوفه شباب ندخل نشوف سكنات البنات من القرب التمانو حبيبي والله يا سلام عليك هاد لا هذول مع شباب من شوي هذول كانوا حاطين الام بي 40 مضبطين وضعهم ليك شباب راح ندخل عليهم بالام بي 40 ونخردقهم حبيبي والله هذا بس والله سكن بنت شباب يعني صراحه يعني مرتب حلو ما يشبه شيء شباب مثل ما انتم شايفين من على القرب شيء مرتب اعطونا رايكم بالتعليقات حبايبنا التمانو شو حلو ليتس جو نشوف السكن وندخل على الجلد طبعا شباب يعني والله شباب ما عم اقدر صراحه شباب عندي مشكله واحب اقول لكم يا شباب انه ما عم اقدر العب شخصيه من شباب ما عم اقدر شباب الشباب كيف بيعملون ما اعرف الصراحه يعني شباب اعطوني السر السر ما بعرف شباب ما بعرف يا هذا الجيم احلى ما طويل طويل شباب بشكل يعني سكن البنت يعني طويل كثير شباب هاي جيرل هاي حبيبي والله حبيبي والله معلم شباب هات نشوف الكوبرا الكوبرا الاسطوره حبيبي والله واو الصراحه ده السكن كمان حلو خلينا نروح نشوف السكن الثاني شباب حبيبي والله فننتقل للسكن اللي بعده يا شباب ونفرجيكم اياه يا ستي والله يعني يا حبيبي يعني شباب يعني بالنسبه للحاضنات هاي الحاضنه هاي صارت يمكن هاي ثاني مره نزلت اوكي بالنسبه للحاضنه شباب بقى ما بقى الا القليل شباب هذا هو بالنسبه للسكن الثاني اوكي هذا سكن البنت الثانيه شباب خلينا نشوف شباب من قرب والله كمان يعني ثلاثه يعني كمان سكنات الحلوه بس لكن شباب راح لازم اعطوني الطريقه شباب كيف بدي يعني العب بشخصيه بنات شباب اوكي ليك شباب هلا بعد شوي بعد هذا بعد التظبيطه هاي اوكي وقف شوي معلم خلينا نضبط شباب انا بحب دائما تعرفوني كل سكن لازم ادخل بالتدريب اوكي اجيب كم هيت شوت ما اقدر شباب انا هيك تعودت شباب اي سكيل لازم ادخل اجيبه اجربه يعني لما اجيبه لازم يعني نبربر فيه لازم نبربر خصني نبربر شباب سبب ببربر شباب ما يمشي الحال ما اقدر انام حبيبي والله وين الناس هذا السكين الثاني شباب بالنسبه للسكين الاسود ما جبته شباب اوكي راح نجيبه ان شاء الله شباب لما ينزل التوب اب اوكي على رواق اوكي اساطير يعني هذا السكين جبناه كله يعني كمان امشوش وين امشوش وين مرحولين ميتت يا وينكم يا ولد حبيبي والله وينك معلم ها هاي علم حجي ايه تعال 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 ايه وين اللي ما عم تروح عليه وين وين موت يا زلمه موت يخرب بيت سكر عليها تبلش البربر ابلع لك الكرام والجميل اوكي شباب الوضع لوز اللوز اوكي حبايبنا الان بدنا نطلع بدنا نظبط التظبيطه اسطوريه شباب بدنا نطلع كفو عليك لا هذا معنا بدك تنجلده هذا شكله واثقه من نفسها قوي تعال هون يا جميل أوه.
اخي ايش هذا يا اخي؟ قلت لكم شباب ما اعرف ما اعرف ها مشي لحال شباب الشغله بدها تعويض شباب هذا مش كثير والله بلا شباب بدنا نروح نظبط التظبيطه اسطوريه شباب للسكن الحاضنه الجديده شباب رايك شباب بدي رايكم بالتعليقات شباب تعطونا رايكم بلبسه اسطوريه شباب شو تحبون نظبط اللبسه خلينا نحول على شو كنا حاطين يا استاذ حاطين كنا من شوي كنا حاطين ماكسيم اعتقد ولا كيف خلينا نحط ماكسيم شباب التمانو ونروح نظبط شباب طبعا شباب اعطونا رايكم بالتعليقات شباب رح نلبس الراس الساكورا اوكي يا ساتير نحط الراس الساكورا ونحط الجسم الذهبي اوكي يا صبيل لانه الجسم الذهبي يعني يعتبر من اجمل الجسوم اوكي اعطونا رايكم بالتعليقات كمان حبيبي نحط وين هذا الجسم الذهبي شباب هذا هو شباب الحلوين راح نحط له جسم نحط له طبعا شباب كثير منكم راح يطلب البنطال الجاز اوكي ما بتحبوا شباب يا ساتير نحط له طبعا شباب اللي بيقول عندك جليتش ساكورا معلم اسكت والله شباب انا هيك شايف حلو كمان مع الساكورا نحط له هيك او مثلا بنطال هذا البرازيلي لا شوف يعني يطلع هيك مخربط شباب خش بنطال الجاز كيف وضعه معلم بنطال الجاز والله بنطال الجاز صار عليه حلو شباب نحط له ال الفاير باس حذاء فاير باس الثاني شباب اوكي نشوف الاوضاع شباب لوز ولا مش لوز والله شباب اسطوري لوز اللوز هذا بده شباب مره ثانيه تدريب هيك على السريع نشوفه من قرب اوكي يا اخي لازم يصلحونا هالاشياء شباب يعني شباب لما ادخل بالتدريب شباب لما بدخل باللعب وما لعب فهمت علي كيف هيك الاجسام يعني الجسم بتغير يعني طريقه مرات في سكنات بيجيبوا لاك شباب اوكي شباب اخر هيد شوتات عزيزي اينهم الاعداء الجميل حبيبي والله هذا هو السكين شباب طيب شايفين شباب يعني ما بعرف ليش هيك في مشكله هون شباب شوف الجسم من وراي كيف يعني يطلع في شيء مو طبيعي لكن شباب اعتقد هذا البنطال مش بنطال اللوز لهذا السكين يا اساطير سو جايز سوف نرى اينهم الاعداء ريدو 1 هيد شوت جميل جدا يا اساطير التمانو حبيبي والله وينك يا جميل ها ليكو قل لك شباب صباح الخير مساء الخير وينكم يا اخي سمعت واحد ها واحد عم بيلعب بون شوت شباب طيب يا جميل حبيبي والله حازم اعطيك احلى قلب حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى كنت رح اقول هيك بكون انتهى بسنا اليوم لا مش بسنا هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبي شو عجبكم مقطع يا اساطير حبايبنا لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتيلات يا احلى ناس ولا تنسونا شباب ان تشتركونا بقناتنا الثانيه شباب وتروحون على الليكو شباب جيمنج انستغرام شباب راح يتصور قريب شباب اسطوريه حبايبي سو جايز نشوفكم على خير ان شاء الله 15 بس بدل المقطع شباب مقاطعنا اللي عم ننزلها شباب ننزل دائما باليوم مقطعين فهمتوا علي كيف سو حبايبنا على خير ان شاء الله انبسطتوا معنا واستفدتوا معنا بشوفكم بفيديو جديد سلامات